السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أوقاتكم كل خير يا قدس. صباح الخير. الحمد لله رب العالمين، ثم الحمد لله، ثم الحمد لله، ثم الحمد لله، حتى يبلغ الحمد منتهى. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي جاد علينا وأكرمنا أن نزور القدس والأقصى اليوم، ونصلي إن شاء الله صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك بعد طول هذا الوقت بسبب جائحة الكورونا. نسأل الله أن يرفع عنا الداء والوباء والبلاء والشقاء. اللهم أنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام، ونعوذ بك من سيء الأسقام. اللهم ردنا إلى أقصانا ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة. اللهم اجعل هذا البلد سالما بأمان، مطمئنا فيه من الرغد والهناء والعيش السليم لأهلنا في القدس ولمرابطينا ولكل من يزور القدس والأقصى. أسأل الله العلي العظيم أن يتقبل منا ومنكم الطاعات. نسأل الله أن يحفظنا أقصانا من كيد الكائدين، ومن عبث العابثين، ومن مكر الماكرين، ومن غدر الغادرين. يا رب اجعلنا من المرابطين إلى يوم الدين. اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم أمين. صباح القدس، صباح الأقصى، صباح الخير لكل من يعشق ويحب الأقصى. الله أكبر ولله الحمد.